للمزيد ينضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك ياسر. اليوم أعلن ترامب أنه سيمثل أمام المحكمة للدفاع عن سمعته واسمه. هل يعني ذلك أن ترامب يواجه ضغوطا تتعلق بوضعه كرجل أعمال في الأوساط المالية الأمريكية؟ يعني بداية تحياتي لك مروة والسادة المشاهدين. بالفعل هو يتعرض لهذه الضغوط وأيضا يتعرض لضغوط سياسية كبيرة. الرجل سوف يعني يذهب من مقر إقامته بعد ساعات قليلة من الآن. مقر إقامته الواقع في الأفينيو الخامس وشارع 56 في وسط منهاتن. هذه البناية الكبيرة التي تحمل اسمه والتي أيضا كانت هناك تعزيزات أمنية كبيرة حولها بالأمس. يعني هذه الاتهامات مروة هي اتهامات تتعلق بتضخم أمواله والعقارية وأيضا الفنادق التي يمتلكها وملاعب الجولف التي يمتلكها أيضا له كما تفضلت ولنجليه دونالد جونيور وأيضا إيريك ما بين العام 2011 وحتى العام 2021. بطبيعة الحال يعني هو بالفعل يتحدث بأنه بريء. حاول يعني محاموه يوم الخميس الماضي أن يقوموا بتأجيل هذه القضية حيث أن هذه القضية هو لا يريد قضايا أخرى بعد أن كان يعني قبل لائحة الاتهام الرابعة له في جورجيا كان يعني يتهكم على ما يحدث من وزارة العدل ويقول أنه ينتظر محاكمة جديدة حتى يستطيع أن يجمع الأموال بعد كل قضية وهذا وتزيد من شعبيته. هذه المرة هي تختلف حيث أنه ليس هناك وقت له مروة في مسألة السباق الانتخابي. هو يريد أن يركز إلى حد كبير. أربع لوائح اتهام يعني بجانب هذه الاتهامات المالية. هو أيضا في مارس سوف يأتي مرة أخرى هنا إلى ولاية نيويورك أيضا للمثول أمام المحكمة العليا في منهاتن في القضية بشأن الكذب في إعطائه أموال للممثلة الإباحية. كل هذه الأمور وأكثر تعيقه من التفرغ لحملاته الانتخابية، ولكن الرجل أيضا يحب المواجهة وأيضا يحب الظهور الإعلامي وأيضا تفيده كل هذه الأمور في تأكيد شعبيته أمام المواطن الأمريكي. ويحب أيضا يعني ياسر يعني إثارة الجدل كالعادة. اتهامات خطيرة يوجهها ترامب للمدعي العام بالفساد وقاضي المحاكمة كونه مختلا. ما سبب هذه الاتهامات وهل يمكن أن تؤثر على سير المحاكمة؟ يعني سبب هذه الاتهامات هو دائما يقول أنه بريء. كل هذه التهم وكل لوائح الاتهام هو يضعها في سلة الغيرة السياسية وحجبه عن التقدم السياسي، لكن التأثير ليس هناك أدنى تأثير. القضية بها المدعية العامة تريد أن تغرمه ما يقرب من 250 مليون دولار، وأيضا يعني كل شركاته الآن بها رقيب قضائي، ولكن لن تؤثر على سير القضية أو الأحكام التي تصدر. هي فقط يعني هو جريء في هذا الشكل. ليس هناك هو يعني قد سخر منذ يومين تقريبا عن الرئيس الحالي جو بايدن طريقة مشيته وطريقة يعني وقوفه أمام العدسات. هو لا يتحرك في ذلك وليس هناك أدنى مسؤولية قضائية عليه، وهذه هي إحدى صفات الكاريزما إذا قلنا هذه الكلمة تتسق معه أمام مؤيديه، وهي أيضا تفيد كثيرا. وهو الأكثر حركة وشعبية من المرشحين الحاليين للشعب الأمريكي، والإحصائيات الأخيرة مروة تفيد بأنه يتقدم حتى عن الرئيس الحالي في استطلاعات الرأي. نعم ياسر، نحن نشهد هذا الخبر العاجل. يعني ترامب يتوجه إلى محكمة نيويورك للمثول أمام القضاء في قضية تضخم أصوله العقارية.
إذا يعني بناء على ما تفضلت به ياسر، ما هي الأدلة التي تستند إليها لوائح الاتهام ضد ترامب، خاصة أن الرجل يواجه عداءات من حزبه وأيضا من مؤسسات الدولة في واشنطن؟ في هذه القضية تحديدا المدعية العامة ليليتا جيمس تتحدث بأن أصوله ما بين العام 2011 والعام 2012 قد تضخمت بشكل كبير. هناك شبه تهرب ضريبي، استخدم مؤسسات الدولة في يعني زيادة هذه الأموال، وأيضا باقي أسرته أو أبنائه إيريك ودونالد جونيور أيضا قد ساعدا في هذا الأمر. وهو في هذه القضية يعني هو شاهد فقط في هذه القضية حتى هذه اللحظة. أيضا هذه القضية هي قضية مدنية، كان أيضا باستطاعته أن لا يمثل أمام القضاء، ولكن يعني كان يكتفي فقط بأن يقوم بندب أحد محاميه، ولكنه يعلم أن هذه القضية مروة يعني للعجب. بعد كل قضية حملته الانتخابية تخرج وتقول بأنهم قد جمعوا أموال كبيرة بعد كل قضية، حيث أن التعاطف الأمريكي والانتخابات الأمريكية بشكل عام هي يعني مبنية على مسألة التبرعات من المواطنين ومن رجال الأعمال ومن الشركات، فكلما زادت هذه التبرعات كلما كانت الحملة ناجحة، كلما كان المرشح يستطيع أن يعبر عن نفسه ويستطيع أيضا أن يصل إلى المواطنين. هذا ما أريد أن أسأل عنه ياسر، يعني ما هو سبب هذا الدعم القوي لترامب رغم اتهامات الموجهة إليه، لكن شعبيته تزيد وفي زيادة مستمرة رغم هذه الاتهامات والقضايا الموجهة إليه؟ الأسباب كبيرة، الأسباب كبيرة. يعني لنقل سريعا، واحد الحرية، بمعنى أن حتى منافسو من الحزب الجمهوري مثل روندي سانتس على سبيل المثال وآخرون يقولون بأن هذا تقييد للحرية، هذا الرجل هو ضحية مؤامرة سياسية. هذه واحدة، وأيضا الشعب الأمريكي يتفهم هذه المسألة أو الأغلبية منه. أيضا هناك أيضا مسألة كما تحدثت في السابق، مسألة الكاريزما، ليس هناك شعبية جارفة مثل الرئيس دونالد ترامب. أيضا الحرب الأوكرانية أسقطت كثير من أسهم الرئيس الحالي جو بايدن، خاصة أن مجلس النواب في يعني الإغلاق الأخير قبل يومين وافقوا على 45 يوما للمد وتمويل الحكومة عاد مسألة المساعدات الأوكرانية. وهو قد تحدث كثيرا دونالد ترامب بأنه إذا ما كان في السلطة كان سيقف هذه الحرب، والتي ليس هناك تأييد لها من بعض المواطنين وأيضا من سواء الجمهوريين أو حتى الديمقراطيين أنفسهم. وهو إذا كان ضد هذه الحرب فهو أيضا يكتسب بعض الشعبية. أيضا الحالة الاقتصادية، جو بايدن يقارن المواطنون مروة ما بين الفترة التي كان بها ترامب في السلطة وبين الوضع الحالي. الوضع الحالي ليس هو الأفضل بشكل كبير، هناك مشاكل كبيرة، هناك أسعار يعني مرتفعة في تقريبا كل المجالات. كان هناك تنبؤات من وكالة بلومبرج عن ركود اقتصادي. إذن أشياء كثيرة، يعني كبر سن جو بايدن الرجل المنافس الأول، باقي المرشحين يعني حظوظهم وإحصائيات الرأي تنخفض كثيرا عن ترامب وعن جو بايدن، الباقي فقط 10% من الإحصائيات 3%، لكن ترامب حوالي آخر إحصاء للرأي كان 56 وجو بايدن كان حوالي 37. إذن كل هذه الأسباب وأكثر، والحالة الاقتصادية كما قلت تجعل المواطن يترحم أو بعضهم أو الشريحة
من المواطنين يترحمون عن الفترة التي قضاها دونالد ترامب داخل البيت الأبيض. إذن ياسر نتابع هذا الخبر العاجل سويا، وصول دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق إلى محكمة نيويورك للمثول أمام القضاء في قضية تضخم أمواله أو يعني أصوله العقارية. وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، شكرا جزيلا ياسر نور الدين على كل هذه التفاصيل، كان معنا من نيويورك مراسل القاهرة الإخبارية.